مهند تعال شوي، تعال. صباح الخير. تعال تعال. مين؟ كيفك خالي؟ مهند روح جيبي له الهدية. لا أمي مو هلأ. لسه ما طلعتي على الشغل؟ والله تأخرت شوي، رايح على الضفة الثانية؟ لا والله اليوم هون، عندي شغل بفرن أبي، بس يعني إذا بدك بوصلك. طبعا إذا هالشي ما بيزعجك. شو كوسر خانوم؟ مهند والله إنه زعلت كتير على اللي صار معكم. كيف سمرة هلأ؟ إن شاء الله صارت أحسن. الحمد لله. امبارح أبوك حكى معي بطريقة مو منيحة، بس أنا استوعبته وما حكيت معه شي لأني بحبكم وبتمنى لكم الخير. بس أنا بصراحة يعني عم وجعني قلبي على هالبنت. مهند أنا رح جيب الجاكيت وإجي. مرقت هالسنة بسرعة من دون ما نحس عليها بنوب، ما هيك؟ قضيناها زعل. إن شاء الله السنة الجاية تكون كلها خير علينا وتتحقق أحلامنا. إن شاء الله تكون خير. جميلة، بدك تروحي قبل ما تعطي هديته للشاب؟ هدية شو أمي؟ شو جايبتي لي هدية؟ لك زينب هي اللي جابتها. قبل ما تصير كل هالمشاكل طبعاً جيبي له إياها أحسن ما تضل عنا. زينب جايبتي لي هدية؟ أمي حاج تحكي بالموضوع رجاء. أنا سعيدة بمعرفتك مهند. أنا كمان. يعني بصراحة هي أحلى هدية بتجيني. ما في داعي تقول لحدا مين اللي جاب لك إياها، يعني أنا برأيي بكفي إنك تعرف أنت مين جابها. بيسلموا إيديكم. تعري خلص بلا ما تتصل، بدها تسافر على باريس، يمكن تضل أكثر من أسبوع هنيك مشان الشغل. على الأقل هي لقت أغنى تهرب عليها. خلص إذا بدك فيك تتركهم بعدين بتاخده. شكرا كثير كوسر خانم. لعل تتصل فيها مرة تانية، خليها الموضوع يتسكر وخلص هيك أريحكم. يلا أنا برجع بشوفك. أنا نصحتك وأنت حر. شكرا خاطرك. دير بالك على حالك.